هو احنا فين؟ ما تيجي نمشوا من هنا؟ انا حسن والد اخوك يا عمتي، مش عارفاني. تعالي يا عمتي، تعالي يا حبيبتي، ما تخافيش انا همشي. لا لا، ما تسيبينيش ما تسيبينيش. ليه تبقى بنت اخوك؟ ما تخافيش. لا يا عمتي، لا ما تمشيش. عمتي انا ريتالي يا عمتي بنت عبد الله، مش فاكراني؟ ما تخافيش. خليكي يا مفيدة، عايزاكي. تعالي تعالي يا عمتي. مالك يا عمتي، في ايه؟ دماغي. يا مصارين يا الحمد لله، بقيتي زي الفل الحمد لله. كنت عايزه تسميني ليه؟ انت كنت عايزه تقتليني. وانت ايه يا ساتر عليكي؟ ما بتتهديش؟ الله، اتهدي بقى. انت حطيتي لي سم في الفطيره اللي جبتيها لي، قولي. انا ما حطيتش حاجه، انت اللي معدتك بايظه وخربانه. نعمل لك ايه؟ انا ذنبي ايه بقى؟ اها، انت ما سميتنيش يعني؟ يو، هسمك ازاي بس يا جبريه؟ انا يا اختي مش واكله من الفطير معاكي، يعني انا لو كنت حاطه في الفطير سم كان زماني اتسممت معاكي ومت جنب منك. معلش يا اختي، حقك عليا، انا يا اختي من الوجع اللي فيا يمكن بخرف ولا حاجه. عادك ولا حجبيها من بره، ما انت على طول كده. ها، قولي لي، فيش اخبار عن فوزيه؟ اسكتي يا اختي، ده أنا طول الليل ما بنامش عشانها. وعينيا بتنزل بدل الدموع دم. طب تصدقيني أنا كنت حنزل أدور عليها بنفسي. أمال إيه يا جبرية؟ دي فوزية أخت عبد الله وعبد الحكيم، يعني حتة مننا، دي كبدنا يا عينيا. عندك حق يا أختي صادقة، يا أختي صادقة والله، شايلة هم الكل أنت يا كريمة، كان الله في عونك. بس يا اختي الحمد لله انك كنت جاري لما انا تعبت، ربنا يخليك ليا يا اختي. انت كنت شاكه فيا، الحمد لله على السلامه. الحمد لله، ربنا يخليك يا اختي. مش لقينا عمتي؟ امتى وفين؟ حسن كلم مروان وقال له ان هي عنده في البيت. طب الحمد لله الحمد لله. استني عايزاكي. عاوزاني في ايه؟ عايزه اتكلم معاكي. ما عادش في كلام بيني وبينك، ولو فاكره ان انا جبت فوزيه لحد هنا عشان اشوف حسن تبقي غلطانه. انا خلاص ما عاوزاش حاجه من العيله دي، ولا عاوزه اعرف حد فيهم. كدابه يا مفيد، كل اللي قلتيه واللي بتعمليه بيقول غير كده، بيقول ان انت بتحبي حسن لسه وعمرك ما هتنسيه. دخلتي جوايا ياك. أنا مش عبيطة يا مفيدة، وفهماكي كويس أوي. فاهمة إيه؟ اتكلمي، هاتي اللي عندك. هات أنت اللي عندك. ناوية على إيه؟ أنا مش ناوية على حاجة ريتال. كان ممكن أسيبها تلف في الشوارع كيف المخبولة. كان ممكن أقول ده انتقام ربنا وحقي جالي الحد عندي. بس أنا قلت لها دي مهما كبت أصول وملهاش في البهدلة. قلبك حنين أوي يا مفيدة والله. قلبي ضعيف بيصدق. ومشي ومشيت وراه، ودي كانت المصيبة اللي أنا عملتها. أنا في الأول والآخر مقطوعة، لا ليا أب ولا أم ولا عائلة تسند عليها. إنما أنتي من عائلة عبد الحكيم كبير البلد، وهيفضل هو كبير البلد. اللي بقول لك عليه ده نعمة من عند ربنا، إداكم سيرة هي اللي بتحميكم لحد دلوقت. وحسن مهما كان مش هيقدر يأذيكي ولا يبيعك. عارفة ليه؟ عشان انتي بنت عمه من دمه، يصعب عليه يبيعك. ممكن يتخانق معاكي، يكسى عليك، انما يبيعك لا. يعني انتي عايزه تفهميني انك كرهتي حسن خلاص؟ ولا عمرك اكرهه، ده بولدي، حته مني، اغلى من نفسي ومن عيني. وبما ان انتي مش هتكرهيه وهتفضلي تحبيه، اخرك ايه يا مفيدة؟ اتكلمي يا مفيدة، ساكته ليه؟ وانا اقدر اقول ايه؟ اؤمريني ايه اللي مطلوب مني وانا اعمله. بس انا عاوز اطمنك، حسن خلاص شال مفيده من دماغه.
وانا عارفه ان حسن مستحيل يرجعك بعد اللي حصل، بس انا عايزه اقولك على حاجه يا مفيد. انا اكتر واحده فاهم حسن واعرف هو بيفكر في ايه. طب ما تعرفيني. هتفضلي ام ابنه يا مفيد، وهيفضل يجري وراكي كل ما تقولي له يا حسن هيجري وراكي على طول. حسن ممكن يقسى على مروان بس قلبه بيحبه. حسن ممكن يقف قدام كبريه بس عمره ما هينسى ان هي امه. حسن ممكن يطلق مفيده بس هيفضل طول الوقت حاسس بالذنب من ناحيتها. رايحه فين؟ كلميني زي ما بكلمك. رايحه اشوف هعمل ايه. قال لي زي ما تعرفش بكره مخبلها ايه. وحسن اللي بتقولي عليه تعرفيه اكتر من نفسك. انت ما تعرفيش عنه حاجه يا ريتال. وايه بقى يا مفيده اللي انا ما اعرفوش عن حسن؟ حسن طيب ما بيكرهش، عشان كده اللي بيدوس عليه عمره ما يسامحه ابدا، يدوس على قلبه. لكن ممكن يسامح، يسامح ريتال عشان بنت عمه، يشيلها فوق راسه عشان من دمه. انما مفيده ولا تسوى. خليكي لحد ما فوزية تبقى كويسه. ايه عاوزة انا اقعد اخدمك انت وهي وحسن ولا ايه؟ مش عايزه تشوفي ابنك يا مفيده. ساكته ليه؟ انت ايه؟ حرام عليكي. انا حاسه بيك يا مفيده، حاسه باللي انت كنتي حاسه بيه. الوجع اللي جواكي عاشش في قلبي مش هيطلع منه ولا حتى بعد 100 سنه. على الاقل يا مفيده انت عارفه ابنك فين؟ عايش مع ستو في حضنها، في اي وقت ممكن تشوفيه او تلمحيه. لكن انا لا، انا عبد الله راح مني. عارفه يا مفيده ساعات كتير قوي بحسدك، يا ريتني كنت مكانك يا مفيده ولا ابني راح مني. انا شربت من نفس الكاس وطعم المرار في بقي مش هيروح منه ابدا. هروح اجيب لك ابنك واجي. اخبارها ايه؟ مريحه في اوضتي. اجيب لها دكتور؟ لا ممكن تبقى كويسه ان شاء الله. بقول لك ايه يا حسن، انا هروح اجيب عبد الحكيم. ليه؟ مفيدة عايزه تشوفه هنا يا حسن تحت عينينا، هتاخده في حضنها حتى لو اخر